منه ال 18 ولا ال 19، هيدا هو الاس في ار 2020 دويدو خيالي. هول الفتحات تحتهم في كتير احصنه، اكتبوا لي بالتعليقات كم حصان. فول ليد، جلوسي بلاك، جلوسي بلاك، جلوسي بلاك، سنسر امامي، كاميرا اماميه، لوجو الاس في ار، مين منا ما بحب يشوفه على سيارته؟ طبعا لين اسيست، رادار فانكشن بيدور فريم لوحده عند الزو. 22 انش جلوسي بلاك، شبك اكيد جلوسي بلاك. يلا نكمل على السحبات. المرايا بيفتحوا على الكهرباء، بلايند سبوت، واكيد كاميرا بدور بيفتح على البصمه وفريم الازاز. تركنا لكم هالمفاجاه، البواب شفط. يلا على ستوبات الحلوين، يلا على النهايات، يلا على السنسر والكاميرا. اهلا وسهلا فيكم بلوجو الاس في ار، ولا بسمعكم احلى نغم. حبستين بالصندوق لامكانيه تعليه والطوطايه مثل محط بقلب اغراض ولتحمل الوزن، وهلا اجى الوقت تعملوا برمي حوالي هالاس في ار. جلد اسود، الكنتارا اسود، بلايند سبوت بقلب الباب، وساوند سيستم. انا السيتس بحبها من ورا اكثر من قدام، شكلك سوبر رياضي. دبل اي سي، دبل هيتد سيتس، ماشي السقف الكنتارا، بانوراميك، سبيشال فيكل اوبريشنز، هيد اب ديسبلاي، تابلو ديجيتال، تيرنج ويل، كل شيء هون تاتش، الميوزك تاتش. الشفترز موجودين، اول كبسه سعاده، شاشه كلها تاتش مع امكانيه نغير الانجلز فيها، الشاشه اللي تحت بنقدر ننقل فيها على الدايناميك، اكيد بدنا نحولكم على الدايناميك بثاني كبسه سعاده حتى نسمعكم احلى نغم. هيتد والفندليتد سيتس، كبسنا حتى نشوف 360 درجه. وين وكيف ما نطلع بنشوف لوجو الاس في ار، شوفوا هالسيتس، وطبعا هون سبيشال فيكل اوبريشن. ما دائما بنقول الله يبعث ضربات ويهني صاحب النصيب، صوره وسعره على الويب سايت اركان موتورز دوت كوم.